لوحة الأسعار هذه تغيرت وعدلت فيها الأسعار كثيرا، حتى مل القصاب منها ومن عدم استقرار أسعار اللحوم، وانتهت إلى هذه الحال. يبلغ اليوم سعر لحوم الغنم العراقية نحو 23,000، ارتفع سعرها 30% تقريبا. الحلال صعد، الحلال الزوج 1,500,000 وأكو 1,300,000، الطلي تريد تشتري للبيت ذبيحة الكيلو بعشرة حي، يعني تسوي 500,000 600,000. هذه اللحوم المستوردة برازيلية كانت أو استرالية، هي لحوم مجمدة كانت البديلة لذوي الدخل المحدود، تتراوح أسعارها بين 7,000 و9,000 للكيلو الواحد. لحوم الأبقار برازيلية، ولحوم الأغنام تستورد من استراليا، ومؤخرا تضاعف الإقبال عليها. هذا اللحم البرازيلي، هذا سعر خفيف، هذا كيلو ب7.5، ما له فخير يعني سعيه، بس ما له فخير، هذا داك ب 20 فوق 20 23 22 هيك، هذا فقير ما يقدر يشتري، هذا يشتري من هذا. هسه استراليا كو، برازيل كو، هذا من نوعيات. ومن أسباب ارتفاع أسعار اللحوم قلة بيع المواشي المحلية مع حلول الربيع وتزامنه مع موسم التسمين والتكاثر، وعزوف مربي المواشي عن بيع أغنامهم. اللحوم الأسترالية والبرازيلية أسعارها تغازل الفقراء لأن تكلفتها أقل من نصف ثمن اللحوم المحلية. أما اللحوم الهندية فقد وضعتها رقابة أربيل في القائمة السوداء ومنعت استيرادها. مشرق المنصور، أربيل، يو تي في.